قلعة كركوك منطقة أثرية عمرها 6000 سنة حسب المصادر المتوفرة لدينا. مساحتها 260 ألف متر مربع، 101 دونم. في القلعة كانت محلات، 4 محلات إدارية: ميدان، أغالق، محلة سراي، محلة باشالر في عهد الدولة العثمانية. أول مدرسة افتتحت في قلعة عام 1658 في جامع الكبير، معلوم اسمه أولو جامع، حاليا موجود الجامع في تلك البناية في عهد الوالي غازي شاه السوار. قلعة كركوك مبنية على 3 مراحل، 6 أمتار في وقت بني إسرائيل، ووقت المسيح أيضا بني 6 أمتار صار 12 متر، ووقت العثمانيين الأتراك رحمة الله عليهم بنوا 6 أمتار. فقلعة كركوك الآن بارتفاع 18 متر عن مدينة كركوك. هذه المسألة الأولى. وهذه المنارة الإلخانية أو المنارة العثمانية المغولية تعود إلى عوائل تركمانية، أيضا ارتفاعها 18 متر. هذا المكان كما نراه يوجد فيه مرقد النبي دانيال عليه السلام، ومرقد النبي حنين عليه السلام، ومرقد النبي عزير عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا المكان بالضبط كما نراه الآن، هذا المكان أصل كان معبد يهودي، ومن ثم تحول إلى كنيسة، وفي وقت الفتح الإسلامي والعثمانيين الأتراك رحمهم الله تعالى تحول إلى مسجد ومرقد. فكل يوم سبت من كل أسبوع، كل سبت من كل أسبوع، كل يوم سبت الناس يأتون مع صلاة العصر إلى قبل المغرب بنصف ساعة تنتهي الزيارة.